موجبات الغسل متى يجب الاغتسال؟ هذا سب نايجدن سبنته حسب اللوز بهال معاسي. إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم لابد يغتسل. هذا سب كستانين يرويد ما خب إسلام وصع زنبرا ناب إسلام تداعاتي ونايجدن حسب اللوز. موت غير الشهيد، أي إنسان يموت لابد يغسل ويكفن إلا الشهيد لا يغسل. زموت سب كله بحد سماء تزخون بزعبا أبدينون دات قادس زموت سب تري تريفه. كل سبب انت دعمويته كحساب الله. المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تغتسل. حنتي قال نستيت دم ما خاب نايديت هذا دم انت دع سريا ويد ما خاب وليدا انت دع دم انت دع قديفو انت دع سريا كتحساب الناي قدني. خروج المني من مستيقظ أو من ناعم إذا خرج المني لابد من الاغتسال. نايزر فساس انت دع أوزي وحد سب. دكيسو يهون ويدما مس انستمس تبعتي تقارن صوتان تدا ركب فصيموم الزون كحصبالو الجماع جماع ندك دك سبعين سبيتن زغبرو ركب مالتي سواء ركب. انزل او لو ينزل والله اعلم اذا سبزي اساسي يوصايو ويدما ايوصايو زي اتوم كلتيوم سبعين سبيتن تاك غبرلوم سبنتهم كحصبو يهبو مالتي نعم.